منها وزمايلي بيصوروها كلها بلاغه وكلها شياكه وكلها جد وكلها اجتهاد وكلها عرق وكلها شقه عشان نوصل لهذه الصوره. اعتقد الامور ما كانتش سهله. دي اول نخله السيد الرئيس اهو قدام حضراتكم. دي اول نخله الرئيس حطها زرعها بايده. بسم الله ما شاء الله اهو. ادي السباطه وادي المحصول بتاعها. اعتقد واضح يعني جدا جدا كلها بركه وكلها خير وفسايل حواليها. الفسايل دي اللي بتتحول الى نخل تاني لان احنا بننتج حاجتين، بننتج البلح التمور وبننتج الفسايل اللي حواليها اللي هي دي بتتحول لفسيله يعني نخله جديده اهو. هو مربي وحاطه مربطها اهو. وادي عندي 12 صباطه في كل نخله وبتنتج النخله زي ما قلنا من 60 ل 80 كيلو من اجود انواع التمور في العالم. ادي النخله اللي زرعها السيد الرئيس في 15 مارس 2019 والحمد لله الحمد لله انه الصوره والماكيت اللي احنا كنا بنشوفه في هذا التوقيت النهارده احنا امام اكبر مزرعه تمور في العالم. اكبر مزرعه تمور في العالم. وده بيستوي يبدا الشباب والعمال يبداوا ياخدوا الاستوى وبعمليه الفرز ثم التعبئه لنرى في النهايه ان شاء الله 2.5 مليون نخله في الطريق اللي مزروع منهم دلوقتي 1.6 مليون. ودي كانت النخله رقم واحد في هذه المزرعه الاكبر في العالم واللي سياده الرئيس يعني غرسها بيده الكريمه. والحمد لله يا رب الحمد لله الصوره اللي احنا بنشوفها ابلغ من اي كلام. بهدي هذه الصورة وبهدي هذه هذه المزارع وبهدي هذه الثمار. الثمار دي اللي قدام حضراتكم دي أنا أهدي هذه الثمار إلى الذين لا يعملون، الكسالة اللي قاعدين فقط للشكوى، اللي قاعدين فقط للهجوم على الدولة، اللي قاعدين فقط لانتقاد الدولة. أهدي إلى هؤلاء هذه الثمار، أهدي إليهم هذه الثمار في هذه الصحراء القاحلة التي تحولت إلى جنة حقيقية. خلينا نكمل المشوار وإحنا في توشكا النهاردة ونشوف تاني إيه اللي حصل وخلى توشكا أصبحت جنة الله.